بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دخلنا نظبط الاعدادات. مساء الخيرات على حضراتكم جميعا، لعلكم تكونوا بخير وصحه وسعاده. أتمنى بس تطمنوني كده على الإعدادات، الصوت واضح، أعتقد اللقاء مسجل أهوت قدامنا، الصوت واضح يا جماعة. مساء الخيرات دكتورة زهرة، مساء الخير دكتور صالح، ربنا يخليكم يا رب. في ناس بتشغل الكاميرات، رجاء نقفل، يعني أنا ما عنديش خاصية، أو اللي يعرف خاصية في الزوم إن إحنا نقفل الكاميرات يا ريت يقول لي بتتعامل إزاي. مساء الخيرات عليكم، لعلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة، غبت عنكم أسبوعين كده، العيد وبعد العيد، كتر الانشغالات والله والسفر، يعني شوية مخلي الواحد مش قادر، خلاص قربت أجيب جاز يعني زي ما بيقول. الحمد لله على كل حال. كمان كنا مرينا كده بحالات وفاة في العائلة، فلعلها تكون آخر الأحزان إن شاء الله. وزي ما كتبت على الفيسبوك امبارح، قلت إن أفضل طريق دايماً الواحد يخرج من أحزانه وهمومه هو العلم والعمل، ما فيش حاجة تالتة صراحة، إنك تجتهد وتمشي في طريق العلم لو تقدر تعمل حاجة، والعمل إنك تشتغل، فهو ده الحل الوحيد. أنا لسه حتى مخلص العيادة وبديكم المحاضرة هنا من عيادتي، يعني لسه حتى ما روحتش بيتنا. عايز أكمل السلسلة اللي كنا بدأناها اللي هو الجونيور ريزيدنسي دهيت، بس صدقا أنا ما عنديش وقت إن أنا أرسم، لأن إحنا قلنا المحاضرات دي هيبقى فيها رسم، ففعلا ما كانش عندي وقت ان اكمل رسومات الايديز بالذات بتاعه الباثوفيسيولوجي، والحته اللي هي دايما الحته الصعبه في الجلديه هو المرض ده جه ازاي، ودايما الجزئيه دي هي بيبقى فيها مشكله. بس النهارده انا هعمل عرض حاله وهنعمل فيها ديسكشن، ويمكن دكتوره رانيا لسه سبحان الله لسه بتطلب، فانا يعني اطلب تتمنى. هنعمل عرض حالة وهنعمل ديسكشن، ومش الهدف هو التشخيص. دايما بقول في حالات اللي انا بعرضها، يا جماعة اوعى تفرح بالتشخيص، مش دي القضية، هي القضية ازاي وصلت للتشخيص، وتعالى بقى في المرحلة اللي بعد كده المانجمنت، هاو تو مانج، فهي دي اعتقد المهم ان احنا نفوكس عليها جدا. دايما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كلينيكال كابسول دايما بتكون حول حالة، الحالة دي دايما بتجيلي العيادة هنا، ما بعرضش أنا حالات الجامعة، ما عملتهاش غير مرة واحدة إن أنا أعرض بعض حالات الجامعة أيام ما كنت نائب، علشان الناس يعني تشوف واحنا نواب كنا بنعرض ايه، والتمبلت بتاع العرض التقديمي كان ازاي، وكانت حالات مؤتمر الازهر ايام ما كنت نائب، يمكن دي المره الوحيده اللي عرضت فيها حالات مش حالاتي، هي حالات اساتذتنا وحالات القسم، لكن اذروايز كل الشغل دايما بيكون من عيادتي، علشان احاول انقل الواقع اللي أنا شفته حتى لو أنا مش كاتبه مع الحالات. نقول كده بسم الله، إحنا هنعمل كيس بريزنتيشن وهنعمل ديسكشن على المرض ده وطرق علاجه، مش بس كده، ده المفاجأة النهاردة أنا هعملك فيديو للعلاج، يعني في فيديو، دايما الصورة أفضل من ألف كلمة، فأنا عملت فيديو كده لطريقة العلاج دهيت، وإن شاء الله تكون مثمرة والناس يعني تستفاد بيه. ده مريض 34 years old man, works as a construction carpenter.
complains of disfigured lower lip for the past 12 months. تمام؟ بالعربي كده المريض ده راجل صعيدي مصري من الصعيد، رجالة الصعيد الجامدين جدا، والراجل بيشتغل اللي هو كاربنتر بتوع المعمار دول، بتوع التشييد، قطاع التشييد يعني، الناس اللي بتشيل العماير والحاجات دي. وقال لي أنا عندي دي بقالها 12 شهر بس، ده كل الهيستوري اللي دهولي. وراح وعمل وجاب كريمات وحط وما إلى خلافه. فإحنا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وعلى هذه الصورة، ماذا تفكر لو كنت مكاني؟ ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ فخلينا في الأفكار، إيه الفكر هنا؟ إيه اللي ممكن يجي على بالك فيرست لوك كده؟ في ناس يقول لك إيه ده سبوت دايجنوزس، وإن كنت أجينست هذا الكلام فيش حاجة يعني، أو ما نحبش نعمل الناس اللي بترسم دي. يا جماعة أنا هحاول أمسح الرسم وبعدين أعمل ديسيبل بقى، ها فكروا كده عبال ما ديسيبل انوتيشنز دي. في حد شاطر قوي تليفونه اسمه مايكرو، معرفش اسمه ايه، قال لك نعمل بالبيشن. يا سلام على الجملة، والله أفلكت قلبي أو أفلكت قلبي، أنا معرفش انت مين. التليفون وبظبطوا الإعدادات يا جماعة في الزوم، انه تكتب اسمك يعني، ممكن تيجي بسهولة كده في الزوم تكتب اسمك يعني. قال لك اعمل بالبيشن، كلام ده حقيقي وهوريكم عملنا ده ازاي. كلام ده صح وكلام محترم، بس انا شفت هنا في ناس بتتكلم على ليشمانيا واكتينك ما كملوش الجمله، وناس قالوا لي فور دايس سبوتس، وناس قالوا كانديدا وحاجات كده. طيب انا هجيب لك مور كلوز اب از كلينيكال للكيس، وعجبني برضو قوي اللي قال نعمل بالبيشن ده، احييه ايا كان هو مين، كنت عايز اعرف اسمه عشان احييه باسمه. قال لك نعمل بالبيشن. طب يا سيدي انا هقول لك الليجن ده سوفت، بلاش نقول كلمه تانية، في سوفت 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 تيشو، ما مش حاجه تانية. تمام، شوف انا هنا اون اكزامينيشن هي ثيكند بليك، انا حسيتها بس الكونسيستنسي كانت سوفت يعني. والكلينيكال هي بيل يلوش بليك وجاي على اللور ليب وابروتشينج الفيرموليان بوردر. فنبدا نفكر في ايه. حد يقول لي لا ما انت دايما معلمنا نستخدم الوسائل كامله. طيب ادي الدرموسكوبي بالمنظر ده، وادي صوره يمكن اوضح شويه للدرموسكوبي بالمنظر ده. هل ضروري اعمل درموسكوبي في الحاله دي؟ قطعا لازم، مفيش حاجه اسمها مفيش درموسكوبي هنا، لازم نعمل درموسكوب. حد شايف حاجه في الدرموسكوب؟ حد يفيدني انا ويقول لي اه والله الدرموسكوب ده فيه كذا وكذا وكذا والكلام ده يمشي مع كذا؟ طب حد نما الى علمه او الى ذهنه او الى تفكيره ان انا ممكن اعمل الدرموسكوب لمجرد انتفاء التشخيص؟ اصلا انا شاكك تطلع بي سي سي فانا عايز ابص كده، اصلا انا شاكك انها تبقى سكوماس سيل كارسينوما فانا عايز ابص كده، اصلا انا شاكك تبقى لايكن، في ناس قالت لايكن، والدرموسكوب بتاع اللايكن ده حاجه واضحه جدا، حاجه لا يختلف عليها اتنين دكاتره. فالدرموسكوب زي ما بيساعد في تاكيد تشخيص بعض الحاجات، على الاقل بيكسكلود حاجات تانية كتير، فمهم جدا. كل اللي انا شايفه في الدرموسكوبي، علشان ما تعملش نفسك بطل العالم يعني في الدرموسكوب، حضرتك انا شايف اريثيميتس بيل يلوش باك جراوند، شايف خلفيه كده محمره على ابيض على اصفر، وشايف كومبارتمنت كده لليلوش سبوتس والوايتش سبوتس، واي كانوت سي اني بلاد فيزلز، مش شايف، ومش شايف حاجه تانية غير اللي انا قلت لك عليه، يبقى باك جراوند اريثيميتس، ونقدر نقول وايتش اريثيميتس باك جراوند، وفي يلوش كومبارتمنتس كده باينه شويه وبس، ده اللي انا شايفه. فعلشان ما يقعدش يتهيأ لنا حاجه لحد هذه اللحظه ولحد هذا الليفل، هل هتقدر تجزم بتشخيص
ولا هتعمل ايه يا دكتورنا العزيز؟ ما دي حالة عيادة، فايه اللي هنعمله معاها؟ الستيب اللي بعد كده فكروا، هل اجزم بتشخيص؟ هل اقول دي اكتينيك كيلايتس زي ما الناس عماله تكتب؟ ناس كتير كاتبه اكتينيك كيلايتس يعني مايكرو، وده حد شاطر جدا معرفش مين مايكرو ده، قال لك يعني مايكرو ده قال لي حاجتين النهارده حلوين قوي، قال لي بالبيشن وقال لي اكتينيك كيلايتس. ماشي، كلام محترم جدا، لكن هل هتقدر تجزم بتشخيص الاكتينيك كيلايتس؟ انا اقول لك بس لو العيان ده ابيضاني وفير سكن قوي، والموضوع ممكن اشخصه كلينيكال انه اكتينيك، بس برضو لازم اخد باثولوجي، لازم اتس انيد اتس مانداتوري، مش علشان تو كونفيرم الدايجنوزس، علشان انا خايف من حاجات تانية كتير. الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزس للحاله دي انا كاتبهولك، انت تخاف ان يبقى سكوامس سيل كارسينوما، ايه المشكله تكون في بدايتها؟ في ناس بتخاف من البي سي سي بيزل سيل كارسينوما، وفي انواع قد تشبه ده، وفي حاجات بي سي سي تيجي على اللب ممكن نخاف. الليوكوبليكيا والكيلايتس ان جنرال، ناس كتير تيجي على تشابتر الكيلايتس ده يتوهوا، تحس انه توها تفهمش ليه، بيجوا على الليوكوبليكيا دي يتوهوا وبرضه ما تفهمش ليه، لكن كل دي حاجات ممكن تكون في الديفرنشال دايجنوز. وطبعا الاكتينيك كيلايتس على راسها. طيب انا خدت لك باثولوجي، وعايز كومنت من حضراتكم او من الناس اللي ليها شويه في الباثولوجي، ايه اللي ممكن يبقى ابنورمال قدامك هنا؟ ده طبعا للناس المبتدئه، ده ايبيدرمس تمام، وده درمس، يعني نوصف ما نرى، ايه اللي انت شايفه في الابيدرمس؟ هل ده ابيدرمس طبيعي؟ هل النيوكلياي بتاعه الخلايا تبقى زرقاء قوي بالمنظر ده؟ واحده واحده، عاده الابيدرمس ما بيبقاش كده، وما بتبقاش النيوكلياي ستين ديبلي ستيند نيوكلياي بالمنظر ده، ده بشكل مبسط. هل النيوكلياي كبيره وصغيره بالمنظر ده؟ فيها تفاوت قوي، في حاجه اسمها بليومورفيزم واضحه قوي، يعني خلايا فيها نيوكليس كبيره وخلايا فيها نيوكليس صغيره، واضحه جدا مش محتاج حتى اشاور عليه، والخليه واخده الصبغه بشكل قوي، ديبلي ستيند بيزوفيليك. خلاص، شوف انت هنا في خلايا غير طبيعيه، هنا كل دي خليه، كل دي نيوكليس يا راجل، شوف دول كبار قوي، هايبر كروماتيك دنس، وفي بليومورفيزم، تلاقي نيوكلياي صغننه، واحده طويله، واحده مدوره، واحده إلونجيتد. الكلام ده دايما بيمشي مع المالجنسي، بيمشي مع حاجه اسمها لوس اوف بولاريزيشن، النسيج ده مش واحد، النسيج ده فقد الشكل الموحد بتاعه وبدا يبقى فيه ابنورمال سيلز. والابنورمال سيلز دي موجوده فين اكتر؟ في التلت التحتاني ولا في التلت الفوقاني؟ موجود اكتر هنا في التلت التحتاني للإبيدرمس، يمكن النص الفوقاني شويه في ابنورمال سيلز، بس مش كتير قوي او مش دنس زي اللور 1/3 اوف إبيدرمس. مظبوط. كمان لو بصيت فوق في الاستراتام كورنيوم هتلاقي نيوكليتد سيلز، يعني في باراكيراتوزس، يبقى عد معايا اللي انت شايفه، في باراكيراتوزس، في لوس اوف بولاريتي، وفي abnormal keratinocytes mainly in the lower one-third، وفي pleomorphism في النيوكلياي، وفي حاجات عجيبة بتقول إن في malignant cells موجود. طيب هل malignant cells دي بدأت تعمل invasion للدرمس علشان أقول إن دي squamous cell carcinoma؟ لا، ما أقدرش أقول ده، بالعكس البيزا اللامينة أهي، أنا ماشي بالسهم أهو، ماشية مظبوطة، فيش مشكلة. بس هنا في إيه بقى؟ بص كده، في بادنج، يقول لك ده في بادنج شويه لكن لسه ملتزم وفوق البيزا اللامنه، ما عملش انفيجن للدرمس. امال ايه ده؟ ايه الازرق الكتير اللي في الدرمس ده؟ لا، ده دي خلايا متقاربه لبعضها وازرق شبه بعضه، دي لينفوسايتس، ديت ابر درمال
انفلتريت، وده موجود المناعة دي جاية لأن حاسة إن في خلل في الإبيدرمس وفي رصة الخلايا في الإبيدرمس. سبحان الله، عشان كده أي بري مالجنانت كونديشن لازم في الهيستوباثولوجي تلاقي الأبر لاير موجود فيها انفلاماتور انفلتريت أب تو لايكينويد، ساعات يبقى فيه لايكينويد فيتشرز كده موجودة. خلاص، بس ده اللي موجود في الباثولوجي. يبقى أنا شايف الباثولوجي ده blood vessels وحواليه inflammatory infiltrate، ده blood vessel وحواليه inflammatory infiltrate، يبقى superficial perivascular and lichenoid inflammatory infiltrate في الدرمس، وفوق في الإبيدرمس قلنا الـ changes اللي احنا قلنا عليها دي، دي التغيرات بتاعة ايه الأكتينيك كيلايتس. مظبوط. يبقى الشاطر جدا قال لك ده أكتينيك كيلايتس، وفي البداية قال لك معلش نحسها نعمل palpation، وبعدين فعلا الحالة كلينيكالي وباثولوجيكالي وديرموسكوبيكالي على فكرة، وده اللي هنتكلم فيه كمان شوية، ان التلاتة فعلا أكتينيك كيلايتس. طيب ماشي، هرجع بالليتريتشر ده ديسكشن. التقسيمة دي أرجوك خدها سكرين شوت وعينها عندك، لما أجي أقول لك إيه أسباب الكيلايتس مش هتلاقي تقسيمة أحلى من دي. التقسيمة دي مهمة جدا جدا جدا، ومش موجودة في كتب على فكرة، حتى أنا جايب الكتاب اللي جبت منه التقسيمة دي. قال لك في أسباب ريفرسيبل، وفي حاجات بيرسيستنت، وفي حاجات سيستمك. الريفرسيبل حط بقى اللي هو الكيلايتس سامبلكس، سواء الليكينج، واحدة بتحط مثلا عفوا الوينتر تشابينج اللي هو تغيرات الطقس، أو واحد بيلعق في لسانه، ده كيلايتس سامبلكس. أنجولر النيوتريشنال ديفيشنسي والكانديدايسيس والهايبر فيتامينوزيس اي، لما تدي العيان ايزوتريتينوين بيحصل له انجولار كيلايتس. الانفكتيف ممكن يجي هربز ولا يجي امبتايجو حتى ولا اي حاجه. الاكزيما الاتوبيك اكزيما او الكونتاكت والدراج انديوز، واحد من ضمن الاماكن اللي لازم نكشف على، يا جماعه الناس اللي بتشغل كاميرات رجاءا رجاءا تقفلوا الكاميرات، أنا بشوف أوضاع عجيبة كده، رجاءً نقفل الكاميرات. حضرتك الدراج لما يجي ستيفن جونسون سندروم، ده ساعات يجي يضرب هنا على طول. الإريسيما مالتيفورمي ميجور لو دراج انديوزد، فخلي بالك اللبس دي مهم جداً 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 تقول فيها الدراج. فدي الحاجات الريفرسي. البرسيستنت على رأسها، على رأسها أكتينيك كيلايتس اللي احنا قلنا عليها دي بيرسيستنت، بتقعد فتره. ده انا في الهيستوري قايل لك 12 شهر سنه اللي عنده الليجن ده بقاله سنه. الجرانيلوميتس كيلايتس وروح ذاكرها، مش موضوعنا النهارده. والجلاندولر كيلايتس روح ذاكرها، والبلازما سيل كيلايتس روح اقراهم النهارده، ريفير تو تكست. السيستميك عندي امراض تضرب الشفه، ومهم جدا كراجل بتاع جلد تبص عليها. اللوبس، انا كنت عارض حاله في اخر مؤتمر انا شاركت فيه، والله الدنيا دخلت في بعضها، عرضت حاله كلينيكالي ديسكويد الاي وبالميوكوزل، كان في ميوكوزل انفلاميشن والليجنز كانت شبه اللايكن، وناس تقول ديسكويد وناس تقول لايكن، وطلع في الاخر ديسكويد الاي وميوكوزل تشينجز. تمام، فبالتالي الاي ده مهم، ايزر ديسكويد انه ممكن يجي هنا، او حتى يبقى معاه associated mucosal changes في الفم من جوه. اللايكن نفسه، واشهر نوع يجي هنا الالسراتيف لايكن، وده بري كانسرس. يعني لو هطلع من الليله دي بمرضين بري كانسرس من التقسيمه دي، الاكتينيك كيلايتس، وعشان كده بنعمل بالبيشن لحسن تقلب السكواما السيل كارسينوما وتبدا تلاقي الكونسيستنسي بقت شويه فيرم. تاني حاجه الالسراتيف لايكن، ده من ضمن البري كانسرس ليجنز. البولس كمان، سواء حالات اللي هو بيمفيجس ولا خلافه، والزيروستوميا. يبقى دي الامراض السيستميك اللي ممكن تيجي هنا. يبقى عندك حضرتك في ريفرسيبل، في بيرسيستنت، وفي سيستميك. احلى تقسيمه شفتها للكيلايتس. طبعا في تقسيمات كتيره انت ومذاكرتك بقى مش قضيتنا دلوقتي. نرجع مرجعنا،
وهنتكلم على الاكتينيك كيلايتس وهنتكلم على مريضنا ده ازاي عالجناه. ده انا صورته فيديو اصبروا بقى عليا. اكتينيك كيلايتس ده بري كانسرس ليجن. حضرتك ارجوك ده من ضمن الامراض اللي لازم تكون عارفها وفاهمها وعارف ازاي تشخصها وازاي تعالجها. ما ينفعش حاله اكتينيك كيلايتس تعدي منك، اوعى. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. طب ليه؟ اصله هتقلب لسكوامس سيل كارسينوما. طب مش مشكله، ما هو ممكن نعالجها. خلي بالك السكوامس سيل كارسينوما لو جت في اللب it is highly metastasizing one، يعني لو جت في اللب اقلق، ده هتميتاستاسيس على طول لانج وليفر وبريست وكله، وبنسبه اعلى 11 مره من السكوامس سيل اللي تيجي في الجلد العادي بتاعنا ده. تاني، انا بخاف من الاكتينيك كيلايتس علشان هي بري كانسرس ليجن، وهي بري كانسرس ليجن هتأهل لحدوث سكوامس سيل كارسينوما. ولو حصل سكوامس سيل كارسينوما في البوزيشن ده هيعمل ميتاستاسيس بشكل عنيف، فمش هلحق المريض. فبالتالي انا المرحله بتاعته ان انا الحقه هو اكتينيك كيلايتس. يبقى بذمتك مهم تحفظ الدرس ده ولا مش مهم؟ طب بلاش، لو جينا سألنا حد في الامتحانات وغلط في الاكتينيك كيلايتس ده نعمل فيه ايه؟ انا لو هطبق عليه هطبق عليه الحد. ازاي ده عالي؟ هطبق عليك الحد، هديك بقى 80 جلد على ظهر. اوعى، اصلا ده من الامراض اللي ما تتنسيش، اوعى. طيب، في بعض الاوثرز الشطار والحلوين والجامدين جدا جماعه بتوع الباثولوجي بيقول لك لا 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 لا، انتوا ليه بتسموه بري كانسرس؟ انتوا مش فاهمين باثولوجي، ده كارسينوما انسايتو، ده زيه زي البافن كده وزي الاكتينيك كيراتوزيس. ما فيش حاجة اسمها pre-cancerous، ده هو كارسينوما بس انسايتو، بس كونه ما عداش الإبيدرمس ونزل في الدرمس فما بنسموهوش squamous cell carcinoma، لكن هو كانسر. يعني في بعض الأوثرز بيكليم this، فما يبقاش الناس بتتخانق هو cancerous ولا pre-cancerous وانت تهمل في دراسة هذا المرض. السؤال بيجي لي، ارجع بقى للحالة اللي انا عرضتها تعرف سبب المرض. اولا ده كان راجل مش اسمراني، لو ركزت في بشرته ده هو مسمر من الشمس يا حرام. الراجل ده كان فيتز باتريك 2، ودي من عجائب مصر. الجماعة المصريين اللي معانا على الويبينار دلوقتي هيعرفوا انه الجماعة بتاع سوهاج وبني سويف وإينا كمان ممكن تلاقي فيهم حبة بيضان عادي جدا، رغم الكونسبت بتاعنا إن لا ده الصعيد دول سمر، الصعيد دول سكين تايب 4 خالص. أنا بلاقي بنات بيض وعينين خضرة وملونة، أنت منين يا بنتي؟ والله يا فندم أنا من سوهاج، أنا من جنة. إزاي؟ إن أنا بقولها طب إزاي؟ هم كده وعايشين هناك. فبالتالي أول حاجة تحطها في بالك إن العيان ده كان فيتز باتريك 2 تقريبا، أبيضاني فعلا، وعايش في الصعيد وشغال نجار مسلح. نجار مسلح يعني الناس دي بتترزع في الشمس بال 12 وال 16 ساعة أحيانا. شو يبقى الـ UV exposure والفيتز باتريك، كل ما المريض يبقى بيضاني، دول أهم عاملين لتطور هذا المرض. أمال ما أنا كاتب لك سموكينج ده، تخيل إن السموكينج الـ level of evidence فيها لا يرقى للي فوقهم. يعني مكتوب إن السموكينج ممكن من البريديسبوزينج فاكتورز بتاعت الاكتينيك لايكن ده، بس مش قوي يعني، ما عندناش دراسات بتؤكد الكوجل ريليشن شيب دي، لكن مكتوب علشان بس ما نتخانقش مع بعض، مكتوب. لكن مش زي اليو في اكسبوجر وانه يبقى فيتز باتريك 2 وعايش في مصر، يبقى راجل ابيضاني وقاعد في سوهاج، راجل ابيضاني وقاعد في قنا او قاعد في اسوان، دي مشكلة لازم يخلي باله. طب المرض ده بيجي لمين؟ أكيد بيجي للميلز أكتر، ما هم اللي بيشتغلوا نجارين. أنا عمري ما سمعت عن فيميل بتشتغل نجارة مسلح، فأكيد هيجي للرجالة، هم اللي بيطلعوا للشمس، هم اللي بيشتغلوا، والستات قاعدين بس في البيوت، صح ولا أنا غلطان؟ الايج لازم العيان يبقى، ما بنشوفش أكتينيك كيلايتس ده في حد صغير. لو شفتها في حد صغير على فكرة
بص عليه كويس، يعني لا يكون العيان ده عنده جينيتكس انه يطور سكوما سيل كارسينوما او اي بري مالجننت كونديشن. لكن عاده العقد الثالث والرابع والخامس وانت طالع من العمر بيجي في الميلز اكتر، الاثنيك جروب اكيد الجماعه البيض والاوروبيين مشكلتهم لو قعدوا في جنب الاكواتوريال كده بلين ولا السودان ومصر والحاجات دي يتعبوا. البروجنوزس انا كاتب لك تحت سكويم السيل كارسينوما من 6 ل 10%، ده الريسك بتاع تحوله لسكويم السيل كارسينوما، ودي نسبه عاليه جدا فتخليك لا مهم تتعلم تعالج الحاله دي ازاي. انا مش مهم انك تشخصها قوي خلاص كلكم بقيتوا مايندد بيها، ازاي تعالجها يمكن ده الجزء الاهم من المحاضره يعني. وانا بحضر المحاضره دي عجبني اول تشارت، ده التشارت ده بيوضح الباثوجينيسيس وليه بيحصل ده. اليوفي ريديشن محطوط فوق وقال لك انه بيأثر على الميمبرين فوسفوليبيدز، وبالتالي الفوسفوليبيدز وتحولها للاراشيدونيك اسيد والبروستاجلاندينز، وان دي بتايد في الانفلاميشن. كمان الدي ان اي دامج اللي بيحصل، والاهم نقطه ان بيحصل ميوتيشن في البي 53 سبريسر جين. الجين ده بيبوظ في الخلايا، البروتين ده ما بيطلعش وهو سبريسر بروتين، فبالتالي بيحصل فيلر اوف ابوبتوزس والخلايا بتتجنن وبتبدا تنقسم ويبدا يحصل الكانسر. وبيتكلموا على الريلاتيف او اللي هو الريلاتيف اوكسيديتيف ستريس، انتراسيلولر اوكسيديتيف ستريس نتيجه الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. أرجوك ما تنساش الباثوجينيسيس ده، تقدر تكتب فيه مقالات لو هتفتكر الصورة دي. نرجع للكريتيريا، بص بقى للحالة دي وبص للكريتيريا اللي أنا كتبتها لك. أول حاجة persistent whitish plaque على اللور lip it is you can consider it actinic keratosis actinic cheilitis till you prove otherwise. خلاص. رقم 2 دايما تيجي على اللور ليب اكتر من الابر ليب لان ده مكان الشمس اكتر. نمر 3 عاده اسيمتوماتيك، العيان بتقرفه في تقلها، يعني المريض ده جاي يقول لي اصلا انا حاسس شفتي تقيله ويعمل لي كده، هي اتس نوت بينفل، ولكن ممكن تبقى فيها بعض البين او النمنس او البيرنينج سنسيشن لبعض الاشخاص، ده وارد. عادة البليك بتبقى انديوريتد مع الوقت، علشان كده اللي قال بالبيشن في البداية ده راجل جميل قوي، وعلشان الانديوريشن ده بيديك فكرة الاكتينيك كيراتوزيس دي قديمة وهتقلب لسكواما سيل كارسينوما ولا لسه جديدة. طبعا الراجل اللي بيشتغل بره، الراجل النجار المسلح، السيلرز، حتى السينونيم بتاع الاكتينيك كيلايتس ده يقولك ايه، سيلرز ليب، شفة البحارين، بتيجي المرض ده في الناس البحارة، بيبقى هو قاعد في السفينة مش حاسس ببرودة بأشعة الشمس لأنه وسط المية فبيتعرض للشمس كتير فبتجيله. كذلك الفارمرز، الكونستراكشن وركرز زي صاحبنا ده، واللايف جارد اللي على الشط لما تروح كده تصيف هتلاقي عيني قاعد مرزوع في الشمس. الكلينيكال كريتيريا دي للحفظ فعش تغلط فيها. لما اجي اقول لك هو الاكتينيك كيلايتس دي ايه الكلينيكال كريتيريا بتاعتها، تسمع ده ساعات هتقولي ده موجود على اللور ليب اكتر، ده ممكن تبقى وايتش بليك قالت البيت يلوش انديوريتد، بتيجي في الميلز اكتر من الفيميلز، والميلز اللي هما الاوت دور، وتتكلم معايا باللغه دي. طيب صوره نفصل، انا بحط حاجات كده في النص عشان نفصل ونفكر. الصوره دي خدتها في ميلانو من شهر فات، ده سطح الدومو، الدومو اللي هو الكاتدرائية في وسط ميلان. الكاتدرائية دي ما تخشها من جوه، حاجة عظيمة خالص، عجبني بنائها قوي، هم بنوها ازاي وابراجها طويلة وبتاع، قعدوا يبنوا فيها حوالي 500 سنة تمام علشان يعملوا هذا الايه الصرح العظيم. وهنا السؤال، يعني شايف الشيرش سبايرز دي بقى تلاقيها فين؟ واحد يقول لك انا ما بحبش ايطاليا، طيب
ماشي، بحبها ما بحبهاش مش مشكله. تشيرشز فيروس دي تلاقيها في حاجات كتير في الباثولوجي، ده توصيف توصيف وصفي للمنظر ده. المنظر ده بتشوفه في الباثولوجي كده، بيبقى موجود، بيبقى فيه كمان احيانا فوقها الماونتس من الباراكيراتوزس او حاجه، وساعات تلاقي الكوليوسايتس، ساعات نشوفها في الوورت، وساعات نشوف المنظر ده في الابيديرمال نيفس وفي حاجات كتير. يعني هو مش حاجه سبيسيفيك يعني. طيب نيجي بقى للعلاج. اتكلمنا على الاكتينيك كيراتوزيس، واتكلمنا على اهميه الاويرنس بتاعتها، وضربنا بيها حاله اهو، وعملنا باثولوجي للحاله وشخصناها. هنعالجها ازاي؟ الراجل ده ايه رايك؟ نعالجه ازاي؟ بص، العلاج مقسوم لحاجتين علشان ما تتوهش في الكتاب. عندي سيرجيكال وديستراكتيف ميثودز، وعندي نون سيرجيكال ونون ديستراكتيف ميثودز. تاني يعني ممكن تقسمهم لثلاث حاجات مع بعض كده: سيرجري، ديستراكتيف ميثودز، حاجات هنكسر بيها النسيج ده، والميديكال تريتمنت، يعني ممكن تعملها بالثلاث حاجات دول. اول حاجه انا قسمتهم لتقسيمتين ليه؟ علشان في دراسه جميله قوي انا كاتبها لكم تحت اهو، ودراسه حديثه 2019 هي اللي عملت التقسيمه دي. قالت لك بص بقى، احنا هنعمل ريتروسبكتيف ستادي، ندرس الحالات اللي مرينا بيها كاكتينيك كيلايتس، ونشوف بيستجيبوا للعلاجات دي افضل ولا للعلاجات دي افضل، والريلابس ريت هنا اعلى ولا هنا اقل، علشان تبدا تنقي ما يتناسب مع مريضك اللي هو ممكن يطلع 50 سنه، 70 سنه، 100 سنه، يطلع معاه اذر كوموربيديتيز، يطلع معاه يانج شويه، الجراحه هتاثر عليه فتختار حاجه تانية. يعني عندك a lot of solutions، بس تحط في بالك ان في ديفرنس ما بين الريميشن، ريميشن ريت اللي هو تقدر تقول الكيور يعني ان العيان خف، والريلابس ريت ده مهم، او الريكرنس، فمهم تحط العاملين في اعتبار. دايما السيرجري الريميشن ريت او نسبه الشفاء فيها اعلى حاجه، انا هشيل ده بالجراحه، فنسبه الريميشن ريت بتوصل 92.8 اكوردنج للاستادي اللي تحت دي. ممكن تاخده سكرين شوت وترجع تقراه على مهلك انت. والريكرنس ريت 8.4، يعني احتماليه حدوث انها ترجع تاني بالنسبه البسيطه دي. طيب التوبيكال تريتمنت، احنا كبتوع جلديه ونحب اول مراهم ونزحلق العيان وما نشتغلش معاه، مش ناقصين وش، نسبه الشفاء فيها هتبقى 65%، ونسبه الريلابس او ريكرنس 19.2، يعني خمس الحالات تقريبا هترد لهم تاني. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ اكيد لو شفت حاله اكتينيك كيلايتس والعيان فيت فور سيرجري او فيت فور نقدر نقول ديستراكتيف ميثود، وانت عندك بين قوسين الاكسبرتيز الكافيه للحالات دي، تعرف تشتغل كرايو كويس، تعرف تشتغل الكتروكوتري، تعرف تشتغل ليزرز، اشتغل معاه بالسكه دي والنبي، اللي هي الديستراكتيف او السيرجيكال، لو بتعرف تشتغل، لو بتعرف تشتغل. ودورنا ان احنا نحاول نشرح، نحاول نعمل فيديوهات ونوريك ازاي تعرف تشتغل، ارجوك. لكن ما تخشش وانت ما بتعرفش، هتعمل للعين ده تشويه، هتشوهه على الفاضي. فبالتالي وطبعا في التوبيكال تريتمنت، وده مش معناه انها وحشه، هي بتجيب نتائج، بس خلي بالك من الريميشن ريت والريكرنس ريت. طيب لو انا هبتدي بالسيرجيكال ميثود، بالاكسجنال بنسميها فيرمليونولكتومي، دي هنعمل اكسجن للقصه دي. خلي بالك اولا لازم يبقى حد جراح تجميل شاطر جدا، دي مش قصتنا. الافيكاسي بتوصل اب تو 100%، يعني نسبه الحالات اللي تتشال بالجراحه التجميليه هيخفوا 100%. طب ايه المشكله بين وديليد هيلينج وانفكشن وسكار وإديمة وايه بقى؟ بص كده، بص فرانكنشتاين، دي المشكله. انتوا عارفين فرانكنشتاين، دكتور فرانكنشتاين ولا لا؟ اظن دي روايه عالميه وكلنا قريناها واتفرجنا عليها في الافلام، صح؟
الراجل ده اللي هو ايه جابه من حتت كتير وعمل مخلوق كده وما كانش له اسم. ف ما علينا يعني، يعني الفكرة كلها ان العيان ده احنا مش عايزين نشوهه. فالجراح لازم يبقى ماهر، لازم ياخد الليجن كويس بسيفتي مارجن معقولة، بس مش بسيفتي مارجن قوي تؤثر على الشكل العام للمريض. مش عايزين نحوله لفرانكنشتاين كرياتشر ده. رقم اثنين الكرايوثيرابي، وانا طبعا اللي عليه الدور هعمله لك بلحق. الكرايوثيرابي ده مهم جدا. مين ينكر دور الكرايوثيرابي؟ ليا محاضرة على اليوتيوب في الكرايوثيرابي، ارجوك ارجع لها علشان الفيديو النهاردة مش هقعد اشرح انا كرايودينامكس تاني، ارجوك ارجع لها وهشرح شوية برضو كرايودينامكس كده على خفيف. افكتيف جدا، فعال جدا جدا جدا. الريكارنس ريت فيه معاها يبقى اقل لو اتعمل صح، لكن برضو في بعض المشاكل انه بينفول وبرضو ديستراكشن وفايبروزيس وباراثيزيا وكل ده، والكلام ده برضو هتلاقيه في الايه في الالكترو كوتري. الليزرز، ويتش ليزرز؟ هم ثلاث انواع ليزر بس اللي ينفعوا في الحاله دي. نوعين اتهرسوا في الدراسات وخلاص الليفل اوف ايفيدنس فيهم عالي، اللي هو الكربون دايوكسيد ليزر والاربيوم ليزر. البي دي ال اتعمل عليه دراسات وانا اعمل له منشن اهو، بس اعمل لك عليه علامات استفهام، يعني ما هوش الفيرست تشويس، ما هوش على الجايد لاينز. في ناس اشتغلت بيه وقالوا بيجيب نتائج، الله اعلم. اكيد كل ما تبقى ايرلي اكتينيك كيلايتس لسه في بدايتها ممكن تلحقها بالبلس الداي، لكن السي او 2 ليزر والابليتيف مود بتاعه والاربيوم ليزر از ابليتيف ليزرز مش بالفراكشنال مودز بتاعتهم ننفع نشتغل بيهم كويس خالص. التوبيكال تريتمنت، اديني جبت لك الليست اللي موجوده عندك في الكتاب، الفايف فلوروراسيل، الايميكومود، الانجينول نيبيوتيت، الترايكلور اسيتيك اسيد، وهنا ساقف قليلا. كنت عامل محاضره البيلينج في مره من زمان، هي نفس المحاضره بقالي 5 سنين، وكنت بشرح للناس على الثرابيوتيك indications of chemical peeling، وكانت الناس يمكن ما تستوعبش مني ده. اقعد اقول لهم ده ممكن البيلينج فهمك ليه وتطبيقك الجيد يخليك تعالج مريض عنده actinic keratosis، يعني مرض الactinic keratosis اللي هو بري كانسرز ده برضو ما احنا بنعالجه بالبيلينج. دراسات كتير اتعملت، يا سلام لو جه عيان عنده actinic keratosis اديته طبقتين 3-4 جيسنر وانت عامل تي سي اي 30% بعدها او 35%، العيان ده هيخف بما يوازي انك تقعد تدهن له 5 فلورو يوراسيل يجي 16 اسبوع، انت متخيل في جلسه واحده. فاذا البيلينج قد يكون ثيرابيوتيك اوبشن حلو قوي معاك، حتى في الليب ما احنا بنعمل الليب بيلينج للتجميل، ممكن تعمل بيلينج بالتي سي اي هنا والمريض ده يتعالج، تخيل. فده بس للتذكير. الديكلوفيناك طبعا بالتركيز بتاعه اللي هو 3%، مش الديكلوفيناك جل اللي موجود عندنا ده، لا 3%، وده الميكانيزم. يبقى كاتب لك كل حاجه والميكانيزم بتاعها. الفوتو دايناميك ثيرابي ان احنا نستخدم التي سي اي بيبقى تركيزه 35% على الاقل، على الاقل مش اقل من كده، يعني 10 او 15 مش هعمل حاجه، 35% سواء اكتينيك كيراتوزيس او اكتينيك كيلايتس، وربنا يعافينا ويعافي السامعين. يعني اللي كنت بقول ايه، البي دي تي ده اللي هو الفوتو دايناميك ثيرابي، وده مهم جدا جدا. وساعات بنستخدمه از كومباينيشن، يعني انت عملت بيلينج والاكتينيك كيراتوزيس راحت والدنيا بقت تمام، ممكن تعمل فوتو دايناميك ثيرابي برضو وتحط ان شاء الله توبيكال الامينو ليفيولينيك اسيد ده وتسلط الضوء على المريض برضو يتحسن، لكن تستخدمه كسولو تريتمنت صعب قوي. دي صوره انا اصريت احطها، يعني واضح ان احنا بنشرح بمفهوم واحنا عايزين نوصل هذا المفهوم للمريض. انا هنا مصور وانا حاطط ايدي ايه على المريض، يعني انا حطيت ايدي كده وقمت مصور علشان اقول لك الاكتينيك كيراتوزيس ما تتشافش، ده تتحس، لازم تحس الانديوريشن وتبدا تقلق، لاحسن تقلب لسكويما سيل كارسينوما، ولازم كمان
تعمل الليمف نود اسسمنت كويس. طيب ده فيديو خلاص انا عملت للحاله دي كرايو ثيرابي، والحاله اتعمل لها سيشن حلوه محترمه، هتشوفوا التاثير قبل وبعد حضراتكم دلوقتي. انا جايب الصوره قبل وجايب الصوره بعد، هنشوف ازاي الكرايو ثيرابي التول اللي كتير جدا بيهملها في عيادته قد تكون حل سحري وحل تجميلي، يعني هتطلع نتائج حلوه جدا بدون ضرر للمريض. طبعا يعني مشاهده بقى سعيده، انا هشغل الفيديو اهو. المريض قلت له احنا هنعمل لك التبريد على الشفه، الراجل قال لي ازاي، قلت له كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، هنستخدم الكرايو جان، بتخلي المسافه، الفيديو طويل بس فركزوا معايا ما تقلقوش، بنستخدم مسافه بين الكرايو جان والجلد حوالي سنتي ونص 2 سنتي، وزي ما انت شايف انا بعمل ان اروتاتوري ميثود علشان اعمل لك نقطه مدوره، حاجه كده اسمها الايس بول. جيت في يوم من الايام، انا هقف هنا كده بس علشان استعجل، في يوم من الايام كنت بشرح الكرايو ثيرابي في مؤتمر، وبشرح الكرايو داينامكس والكلام ده موجود على اليوتيوب، واقول للدكاتره هنعمل الايس بول، هنعمل الايس بول، يوم ينط لي حد كده في وسط الشرح يقول لي ايه الايس بول ده، انا مش متخيل بيه، احاول ان انا اعمل له واقول له انت هتبقى كده وشكلها كده وكرة التلج يا راجل، اصلك بتستخدم تبريد على الجلد فبتلاقي ابيض، فبقى في ايس بول كرة التلج، النسيج ده تحول لكتلة التلج. ايوه يعني انت تقصد ايه يا دكتور احمد؟ برضه انا مش فاهم يعني، وده كانش حد ولد، كان حد بنت، ولو هي سامعاني دلوقتي هي عارفه نفسها، انا مش هقول اسماء. الهدف من الكرايو انك تحول كتلة التلج جوه اللحم بتاعك ده، او لحم اللحم اللي بتتعامل معاه ده هو، وتحسها، علشان الايس بول فورميشن هي دلاله على تدمير الخلايا في المكان ده، وكل ما الايس بول تبقى كونسايزد متأيفة يعني بالعربي على حدود الاصابه بشكل جيد وتتعداها بشكل نقول 2 ملم في البناين ليجنز و5 ملم في الليجنز اللي زي دي الاكتينيك كيراتوزيس، تتعدى حدود الاصابه اللي انت شايفها الفيجوال بوردر، وتحس وتستنى عليها اما تسيح كمان، ده انت مش هتحسها وكده، هتستنى عليها اما تسيح زي ما نشوف الفيديو، وتقوم عامل كتله كده، شوف يعني الاكتينيك كيلايتس كبيره، قمت انا عامل حاجه كده منطقه، واقوم عامل اوفرلاب، يعني اعمل منطقه ومنطقه كده، اعمل اوفرلاب وبروتاتوري ميثود زي ما انتم شايفين، وبعمل سلو فريزنج، مش بدوس الزرار قوي، ما انت شايف الجش بتاع الكرايوجين طالع بعنف، لا هو طالع على مهل وبالراحه علشان ما تعملش lateral spreading للكرايوجين وتعمل false impression of ice pool formation. انا بحس الايس بول بايدي التاني، بشوفها اتكونت حقيقة وفعلا بقى في تجميد في النسيج هنا ولا اي كلام، وام كمل وعامل overlap زي ما انت شايف، علشان كده اللون الابيض والايس بول ده هيدنه موجود for a while، هيدنه موجود لمدة اكتر من دقيقتين، وده يعرفك انك شغال مظبوط. لكن لو انت بترش كده اي حاجه واستنيت الابيض اتعمل وبترش بسرعه مش بوزنه ومش بروتاتوري ميثود زي ما احنا عاملين، وجيت وقفت كده، وقف كده هو ثانيتين هتلاقي اللون الابيض ده راح، يبقى انت ما عملتش حاجه. طبعا واضح ان الراجل ان اجونايزنج بين شويه، واضح ان الراجل عمالي يتحرك. في الحقيقه المريض ده هو تبقى خدمته قوي لو حقنته لجنوكاين في اللب هنا، او تعمله بلوك انافيزيا تدخل على الكناين هنا وتحقن 3 سنتي ولا 2 سنتي حتى في الكناين توس من تحت كده، ده اللاند مارك، هتلاقي المنطقه دي كلها اتخضرت. وانا ساكت بقى عليه، بص يعني انا سايبه، بتوجعك؟ اه بتوجعني، معلش، عمال اطبطب عليه، قاعد مستني ايه بقى؟ بص ده وقف مستني التلج ده يسيح، مستنيه يسيح، وعمال احسس اهو التلج ساح من قدامي، يبقى السايكل الاولانيه اللي هي الفريز ثوينج سايكل انتهت.
واقوم عامل سايكل جديده، عامل من اول وجديد، ارجع روتاتوري ميثود واكون الايس بول واستنى عليها ما تسيح للمره الثانيه. يبقى هعمل الحركه دي على مرتين، لان انا بتعامل هنا مع مالجنانت تيشوز او بري مالجنانت تيشوز، فقدرتها على صد الكرايو انسلت او الكرايو دامج ده عاليه جدا، غير لما اتعامل مع وورت هعمل السايكل دي مره واحده بس. طب لو هو ثيك وورت وحاسس كده ممكن تعمل مرتين. شوف انا هنا بعمل المره الثانيه، تكوين الايس بول في المره الثانيه هيبقى اسرع، يعني مش هتحط فريزنج تايم، الفريزنج تايم هنا هيبقى اقل كتير. وخلي بالك ال 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 الميوكوزا دي بتكون ايس بول بسرعه لانها ويت، يعني هي مبلوله، هي كل واحد يحط ايده على بقه مبلول، غير لما تشتغل هنا، هنا دراي. فعشان كده لما بيجي نحقن الانستيزيا بتساعد ان هي تعمل ويتنج للتيشوز قبل ما تعمل الكرايو ثيرابي او الكرايو سيرجري. فشوف انا رايح جاي على المكان ان اروتا وعيني على تكوين الايس بول انها ما تتعداش الفيزابل مارجن بكتير، تتعدى معانا لحد 5 مليمتر يعني نص سنتي، وكل شويه تلاقيني بحسس وعيني على حدود الليجنز وعايز الكرايو يعديه، واقعد ازود من هنا ازود من هنا علشان نوصل لسيشن بيرفكت. وده اللي يخليني اقول وبكل ثقه ان الكرايو في الحاله دي تتعمل مره واحده. ممكن تعمل جلسه ثانيه، ممكن تعمل جلسه ثالثه، بس تبقى عارف انت بتعمل ايه وما تعدش جلسات على الفاضي ارجوك، علشان انت مش فاهم كرايو داينامكس فبتعمل اي حاجه. لا، لازم تعمل دامج كونفايند للليجن مظبوط، بس لا تتعداه، ما تفتريش يعني، لاحسن يحصل نيكروزس او يحصل سكارينج او يحصل مشكله كبيره. تمام. فطبعا احنا هنا هو ليه مش عايز بقى يعدي؟ احنا ممكن نرجع للصورة دي، ودي الصورة هي. يعني بص العيان هنا، نعمل لك واحد اتنين تلاتة، واحد ده العيان في الاول، اتنين ده بعد ما خلصت شغل معاه وجيت حطيت له قطن كده علشان برضو العيان ما يتوجعش شوية، وشايف انت الإديمة اللي في الشفة دي، الصورة immediately بعد الكرايو والعيان on couch بيبقى فيه إديمة، وده بيبقى دليل إن شغلك صح مع الحال. وطبعا ده بعد فترة بدأ يحصل sloughing بدأ يحصل sloughing للتيشوز، ودي الصورة النهائية لما جالي العيان بعد فترة. هنا الصورة قبل وبعد الجلسة دي. أظن from cosmetic point of view النتائج حلوة جدا، يعني الكرايو نقدر نعمله بشكل تجميلي حلو. كنا مرة عملنا ورشة عمل اسمها كده كوزموتيك كرايو ثيرب، ازاي تعملها وتطلع باللي هو نتيجة حلوة للمريض. طب تاني حاجة، هل المريض ده بقى كلينيكالي فري؟ لا، لسه في شوية اهو، يعني اللي انا مشاور عليهم دول، لكن معظم البالك ده راح، يعني العيان نقدر نقول 80% اتحسن. فلما تعملوا السكند سيشن هتعمل على الريمننت، وهتبقى شاطر وظابط ايدك وظابط الايس بول على الريمننتس وما حولها، وصولا للنتيجه اللي هي 100%. طب هل العيان نكتفي بهذا القدر ونعمل له الكرايو حتى لو خف 100% ويبقى شكرا على كده؟ لا، ده انت ممكن تدي له مينتننس بحاجات از كيمو بروفيلاكسز زي التوبيكال ريتينويدز وايفن السيستميك اسيتريتين، وده اللي انا عملته مع المريض ده هوت، لانه قاعد في بيئه مشمسه ومحتاج ان احنا نعمل له فولو اب بشكل ستريكت جدا، يعني كل 3 شهور اول سنه، ثاني سنه كل 6 شهور، بعد كده ممكن انيولي لو اول سنتين ما حصلش ريلابس، لان الريلابس بيبقى شبه قاعده في الاكتينيك كيلايتس، لان الظروف المحيطه بالمريض قائمه. المريض ده بيضاني، المريض ده عايش في الصعيد زي حالتنا دي. الحاله بين جلسات الكرايو في الحقيقه انت محتاج تستنى 3 اسابيع واحيانا 4 اسابيع.
وده مهم جدا لانه مش بالنظريه، احنا ناس فاهمين كرايو وعارفين ان هو له ايرلي فيز، ايرلي ديستراكتيف فيز اللي هو الايس بول فورميشن والكلام ده، وفي ليت ديستراكتيف فيز اللي هي الايمونولوجيكال فيز. في الفريزنج اللي بيحصل ده بيركروت مور اند مور انفلاماتوري سيلز وبالتالي بتعمل نتائج كويسه. الهايبو بيجمنتيشن مش هتخاف انت في الليب من هايبو بيجمنتيشن الا لو انت كنت عنيف جدا وحصل سكارينج بشكل واضح، فهيبقى هايبو بيجمنتيشن. لكن يحصل هايبو بيجمنتيشن في الفيس عشان كده لو هو حاله اكتينيك كيراتوزيس هنا انا ما حبذ الكرايو از ا سوليوشن، وممكن نبحث على حل افضل شويه زي البيلينج اللي انا لسه قايله، او نعمل التوبيكال تريتمنت او نعمل الليزر، ممكن يبقى مور كوزموتيك او بيتر اوت كم from cosmetic point of view. الصورة دي برضو أنا أصد أحطها علشان أقول لك مع كل مرحلة أنا بعمل palpation سواء أثناء الدياجنوزيس سواء بعد السيشن الأولى من الكرايو والسيشن اللي بعد كده. أنا خلصت النهاردة، وأتمنى إن إحنا اللي مش مايندد بالاكتينيك كيلايتس يطلع من المحاضره دي يبقى مايندد بيه. لو اي حد قال له ده انا عندي حاجه كده ما تعديش هذا العرض واكشف على عيانك كويس، استخدم الدرموسكوب لان الدرموسكوب الى حد ما هيفيدك في الاكتينيك كيلايتس وهي اكسكلود اللايكن وهي اكسكلود الديسكويد اللي ايه الى حد كبير. ارجوك استخدم، لو هتستخدم ديستراكتيف ميثود في الليب تبقى عارف تستخدمها ازاي، يعني مش تجرب على العين اول مره، لازم تكون حضرت ورشه عمل مره واثنين، عملت هاندز اون، اشتغلت شويه مع حد في القصه دي. الليزر يبقى كويس، الديستراكتيف ميثودز بشكل عام ممتازه بس يبقى عندك الاكسبرتيز بتاعها لان الريلابس ريت ليها اقل. الميديكال تريتمنت مش بطال نقدر نستخدمه لكن الريميشن ريت فيه اقل، يعني معدل الشفاء اقل، والريلابس فيه ريت فيه اعلى، فلازم تبقى منتبه وتعمل فولو اب للحاله بشكل جيد. بتوحشوني جدا لما بتاخر عليكم بيبقى غصب عني، والله يعلم الله ظروف العمل والضغط والدنيا كده الواحد حياته بقت عامله كده في الحقيقه، فدعواتكم ان ربنا يقدرنا نكمل. ما تتوقفوش عن القراءه، اعذروني لو تاخرت عليكم على الجروب على الرسائل، والله بكون في قمه الانشغال انا بعتذر، لكن بدخل من حين لاخر اشوف الحالات واحاول ارد عليها. اشوفكم على خير الاثنين القادم باذن الله وويبينار جديد، ويكون على عملنا شهيد ان شاء الله. لا تتوقفوا عن القراءه، اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.